إسبانيا رفض مجلس النواب الإسباني مساء أمس بعد 5 ساعات من النقاش مشروع الاستفتاء حول استقلال كاتالونيا الذي يريد القوميون الكاتالونيون تنظيمه يوم 9 نوفمبر المقبل بهذه الجهة الواقعة شمال شرق البلاد. تقرير نادية أحتا. إسبانيا تخرج من النفق في جلسة تاريخية، صوت أعضاء البرلمان ضد طلب تقدمت به حكومة كاتالونيا يقضي بإجراء استفتاء للاستقلال عن التراب الإسباني. 7 ساعات من الجدال انتهت برفض 299 عضوا في الكورتيس الإسباني مقابل موافقة 47 عضوا. أتواجد اليوم هنا لمخاطبة مواطني كاتالونيا بأن العديد من الأشياء الجميلة معنا نخشى افتقادها اليوم. أتحدث بقناعة أن في وحدتنا ربح كبير. تفاؤل بلغة التحضير عبر عنه ماريانو راخوي، وفي جلسة التصويت عارضت كل الأحزاب الإسبانية خطة الانفصال بينها الحزبين الشعبي والاشتراكي المعارض، في حين ساندت أحزاب قومية في كل من كاتالونيا والباسك مشروع الاستفتاء. من حق البرلمان أن يرفض، ولكن هذا لن يلغي شعور الكاتالونيين بالحرية والاستقلال. أتمنى صادقا أن يعبروا عن ذلك في صناديق الاقتراع. يرفض غالبية الإسبان استقلال كاتالونيا، ويمضي القوميون الكاتالان في خطتهم لتنظيم الاستفتاء، وبين الطرفين نزعة قومية تحركها قواعد سياسية.